ده لأول فقرات برنامج الأشبال وأخبار الناشئين في الصحف والمواقع، وهنبتديها من الموقع الرسمي للنادي الأهلي. ما شاء الله عندنا فريق 99 شباب النادي الأهلي بيفوز على أسوان برباعية. المباراة اللي انتهت من تقريبا من حوالي 3 ساعات، شباب النادي الأهلي فاز على أسوان برباعية. كانت المباراة مقامة في ملاعب الناشئين بمدينة نصر. أحرز الأهداف اللاعب محمد شكري اللي بيعيش حالة فنية ما شاء الله، يعني تألق. محمد شكري بيلعب باك ليفت وبيحرز 3 أهداف، وما شاء الله بيجيد محمد شكري خلال الفترة اللي فاتت، وأيضا محمد فخري. الأهلي فاز في 8 مباريات وتعادل في ماتشين. هنروح للخبر اللي بعد كده، ده كان الأسبوع اللي فات، وأيضا مع شباب النادي الأهلي وادي دجلة. النادي الأهلي كان أيضا فاز على وادي دجلة في ملعبه بثلاثية في دوري الجمهورية. النادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكم كمان محمد فخري بيرفع رصيده بعد مباراة النهاردة إلى 10 أهداف، يتصدر بيهم هداف المسابقة، وبيقود طبعا شباب النادي الأهلي الكابتن عمرو أنور. نروح للخبر اللي بعد كده من فيتو. نتائج الجولة 9 لدوري الجمهورية مواليد 99، دي الجولة السابقة، الجولة اللي انتهت من ساعتين، دي كانت فوز النادي الأهلي، لكن دي الجولة السابقة. كان فوز طلاع الجيش على الزمالك 2-1، الأربعاء الأهلي على وادي دجلة 3-2، بيراميدز على الاتحاد السكندري 3-2، والإسماعيلي على طنطا 2-1، أسوان فاز على إف سي مصر 2-1، حرس الحدود على المصري 1-0، تاج الحرب على مصر مقصة 4-0، وتعادل المقاولين العرب مع الجونة 2-2، وإنبي مع سموحة 1-1. وزي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي بيعتلي صدارة البطولة. هنروح مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي وفريق 2000 بيفوز على النصر بثلاثية في بطولة القاهرة. أحرز هدف اللقاء محمد مصطفى أوكا الشهير بأوكا 2، واللاعب وليد عطية الهدف الثالث. بهذا الفوز يرفع النادي الأهلي رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة. فاز في 3 مباريات، أول مباراة على المطرية 7-0، والثانية على الغيب 4-0، وعلى النصر 3-1. هنروح ل 2001 بقيادة الكابتن أحمد سراج، وفوز غالي خارج الديار على نادي الإسماعيلي في ملعبه بهدف في الثواني الأخيرة. أحرز هدف اللقاء اللاعب حسام ياسين في الثواني الأخيرة، وده كان فوز مهم ل 2001. هنروح أيضا من فيتو نشوف بقى نتائج الجولة 11 لدوري 2001. كان فوز سموحة على المصري 2-1، الزمالك على حرس الحدود 3-2، الأهلي على الإسماعيلي في الثواني الأخيرة 1-0، فاز المقاولين على طنطا 4-1، وبيراميدز على الإنتاج الحربي 3-1، وإنبي على الاتحاد 5-1، ومصر مصر المقاصة على إف سي 4-0، تعادل الجيش مع الجونة التعادل الإيجابي 3-3. وادي دجلة حصل على راحة بسبب انسحاب أسوان من عدم المشاركة قبل انطلاق البطولة. ده كان بالنسبة ل 2001 ونتائج الجولة 11. هنروح ل 2002 وأيضا دوري منطقة القاهرة. أهلي 2002 يفوز على حدائق حلوان 11-0. الأهداف جت عن طريق علي عمرو 4 أهداف، أحمد عاطف 2، جلال فارس 2، ومحمد عبد الحميد بسيوني 2، أحمد عربي 1. بهذا الفوز يرفع النادي الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في 3 مباريات. فاز في المباراة الأولى على الناشئ العمال 23-0، وعلى الكيماويات 9-0، وعلى حدائق الحلوان 11-0. هنروح للموقع الرسمي للنادي الأهلي، وأهلي 2004 بيلعب دوري الجمهورية بيفوز على سموحة في مباراة قوية انتهت بنتيجة 3-2 لصالح النادي الأهلي. أحرز أهداف النادي الأهلي ميدو أسامة 2، ما شاء الله ميدو أسامة بيعيش حالة فنية رائعة، هذا اللاعب انتظروا اسم ميدو أسامة. والهدف الثالث كان في الدقيقة 83 اللاعب رأفت خليل. هنروح مع 2005 وأيضا بطولة منطقة القاهرة، وفوز غالي للنادي الأهلي على المقاولين العرب في ملاعب الناشئين بمدينة نصر. جات الأهداف عن طريق سيف الدين الطيب، سجل 3 أهداف هاتريك، واللاعب فارس خالد في الدقيقة 62. بهذا الفوز يرفع النادي الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في 3 مباريات. فاز في أول مباراة على مركز شباب الأميرية 7-0، على 15 مايو 9-1، وعلى المقاولين العرب 4-0. سجل النادي الأهلي 20 هدف مقابل هدف واحد دخل مرماه. هنسيب 2005 ونروح لبراعم النادي الأهلي 2006 بقيادة الكابتن بقى الكابتن تامر حفني. 2006 يفوز على السكة الحديد برباعية في مهرجان البراعم. الأهداف عن طريق محمد أحمد سعد 2، وأكرم عبد العاطي وعمر سرساوي 1. وهتشوفوا مع حضرات يعني معانا كل أهداف قطاع الناشئين إن شاء الله
بعد قليل هتكون معانا كل البراعم وكل الناشئين، هتكون معانا الاهداف دلوقتي بالصوره. هنروح بقى لمنتخبنا الاولمبي ان شاء الله اللي احنا فردين له مساحه كبيره النهارده مع الدكتور احمد ثابت، وهيكون معانا ارقام وفيديوهات وابرز نقاط القوه والضعف في كل المنتخبات في مجموعه منتخب مصر. هنبتدي مع المنتخب الاولمبي، يرفض الوديات خوفا من الاصابات قبل امم افريقيا. فضل الجهاز الفني بقياده الكابتن شوقي غريب انه ما يكونش في مباراه وديه خلال الفتره الحاليه، لا قدر الله لو في اصابه مش هيلحق اللعيب يرجع، خاصه كمان ان القايمه اتحطت، فده افضل اختيار للكابتن شوقي غريب. هنروح ايضا مع المنتخب الاولمبي، بيبدا محاضرات الفيديو عن منافسيه. كابتن شوقي غريب والجهاز المعاون بدا بقى يجمع لقطات وابرز القوائم، ابرز اللعيبه العناصر القوه في كل المنتخبات، وخاصه مباراه مالي. مباراه مالي هي يعني عنق الزجاجه، او هي الانطلاقه، او هي البدايه. البدايه لو قويه ان شاء الله الامور هتسير ان شاء الله على الف خير، وهتكون الدنيا كويسه. الجهاز الفني طبعا حرص على تدوين الملاحظات وشرح نقاط القوه والضعف للاعبين. ايضا مع المنتخب الاولمبي زي ما بقول لحضراتكم احنا فاردين مساحه كبيره النهارده للمنتخب الاولمبي، كابتن شوقي غريب بيشيد بالتزام اللاعبين في معسكر العين السخنه. كابتن شوقي غريب يعني بيقول على اللعيبه مقدره حجم المسؤوليه الملقاه على عاتقهم، وان شاء الله فرصه ان شاء الله البطوله تكون لاسعاد الجماهير المصريه. وايضا اشاد بمعسكر العين السخنه، وبالمناسبه المنتخب الاولمبي ان شاء الله هيرجع بكره هيدخل في معسكر مغلق في القاهره استعدادا لمباراه منتخب مالي هتكون يوم الجمعه القادم الساعه 8 مساء. دي كانت اخبارنا مع قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وايضا مع المنتخب الاولمبي. نروح دلوقتي بقى لمنتخب الاسبوع في النادي الاهلي، اللعيبه اللي تالقت خلال الاسبوع اللي فات. احنا النهارده عاملين منتخبين، منتخب من فرق القطاع ومنتخب من فرق البراعم. ما شاء الله عندنا كل الفرق يعني تالقت